السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه التغطية الخاصة. مع اقتراب موعد المؤتمر الدولي في برلين لا تزال ملامحه وأجندته غير واضحة. ما هي الدول المدعوة؟ وهل ستشارك الدول المتورطة في العدوان على العاصمة؟ وما هو نصيب حلفاء حكومة الوفاق ودول المغرب العربي؟ وما هو تأثير غياب الأطراف الليبية عن المؤتمر في حال عدم دعوتهم؟ هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عنها صحبة ضيوفنا الكرام، لكن بعد متابعة هذا التقرير. لا يزال الغموض يلف المؤتمر الدولي المزمع عقده نهاية نوفمبر القادم في العاصمة الألمانية برلين فيما يخص المدعوين إلى جانب الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، وعن حقيقة ارتباطه بما سبقه من مؤتمرات دولية حاولت إيجاد تسويات سياسية للأزمة. وعلى خلاف ما سبق من مؤتمرات دولية، يأتي مؤتمر برلين في وقت تشهد فيه ضواحي طرابلس منذ ما يزيد عن 6 أشهر، محاولات يائسة لمجرم الحرب حفتر للسيطرة عليها أو دخولها، يزيد خلالها كل يوم حجم التدخلات الخارجية، والتي كان آخرها تورط مرتزقة الروس في القتال بصفوف مجرم الحرب حفتر. ومع استمرار الدعم المصري الإماراتي إلى جانب الفرنسي لمشروع الكرامة في العدوان على العاصمة، والتي بدورها ستكون حاضرة في المؤتمر الدولي القادم ببرلين، تبدي شرائح واسعة من داعمي حكومة الوفاق استياءها من المؤتمر في ظل حضور تلك الدول، حيث تتصاعد المطالبات باتخاذ موقف حاسم تجاهها بل وإقصائها من المشاركة. ويتساءل مراقبون، كيف لحكومة الوفاق التي لم تستطع خارجيتها أن تقطع العلاقات مع دول تقصفها كمصر والإمارات مثلا أن تفرض شروطها بمؤتمر برلين؟ وهنا تجدر الإشارة أن حكومة الوفاق أكدت نهاية سبتمبر الماضي على ثوابت أساسية كان من بينها ضرورة مشاركة كل الدول المعنية بالملف الليبي، في إشارة حسب محللين إلى الدول المغاربية وعلى رأسها تونس والجزائر. في سياق متصل، يرى البعض بأن الحل الجذري هو إنتاج توافق دولي قبيل المؤتمر ومدى جدية السياسة الأمريكية تجاه الملف الليبي، خصوصا بعد دخول روسيا على خط الأزمة، الأمر الذي قد يجعل من ليبيا ساحة للصراع الدولي في تكرار للسيناريو السوري. ووسط هذا الغموض يبقى السؤال، هل سيؤسس مؤتمر برلين لمرحلة جديدة تراعي ما بعد 4 أبريل؟ وهل تضمن ثوابت حكومة الوفاق المعلنة نهاية سبتمبر الماضي؟ أم سيستمر فرض مشروع الكرامة كما في الجولات السابقة؟ مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون، معي في هذه الحلقة ضيوفي الكرام هنا في الاستوديو، السيد صلاح البكوش المحلل السياسي، وفي من مصراتة الدكتور محمد اسماعيل الباحث والأكاديمي. فباسمكم جميعا نرحب بكلا الضيفين الكريمين، وأبدأ بك سيد صلاح. سيد صلاح، بداية، كيف تنظر إلى التحضيرات والتحركات السياسية التي تسبق مؤتمر برلين؟ أعتقد أن الآن من الواضح بأن هذه التحركات السياسية التي تسبق اجتماع برلين توسعت وازدادت تعقيدا، وعلى هذا الأساس أصبح الغموض يلف الموعد. منذ أسابيع كانت هناك توقعات بأنه سيكون في أواخر نوفمبر، ثم تحولت التوقعات إلى ربما أواخر أكتوبر، وثم تحولت التوقعات إلى نوفمبر، والآن هناك حديث بأنه ربما يعقد في أوائل 2020. بالطبع الدولة الألمانية التي ستدعو إلى هذا الاجتماع حذرة جدا، لأنها لا تريد أن يصبح هذا المؤتمر كالمؤتمرات التي سبقته،
وتريد أن تتعلم من التجربة الفاشلة في اجتماعات القاهرة وأبو ظبي 1 وأبو ظبي 2 وباريس 1 وباريس 2 وباليرمو وما إلى ذلك. فأتصور أن الأمور لازالت مفتوحة ولم يتحدد شيء بعد. هذا من جهة المشرفين على اجتماع نعم. برلين، لكن من جهة الأطراف المعنية بهذا الصراع ربما هناك تحركات بدأت تظهر علن على شكل اجتماعات ودعوات، اجتماع دعوة مصر لمجلس النواب هناك في القاهرة، الاجتماعات التي تحدث في تونس كذلك، ربما تحرك الاتحاد الأفريقي. كيف تنظر إلى مجمل هذه التحركات؟ بالطبع ما يجري الآن هو شبيه بسباق الخيول، حين تنطلق الخيول يبدأ التدافع من سيكون على السياج ومن سيكون على الخارج وما إلى ذلك حسب قدرات الجواد الذي يمتطيه الفارس. الآن هناك تسابق محموم حول تموضع للاستفادة من ملتقى برلين. نرى على سبيل المثال أن هناك الآن بيان من حفتر يرحب بمؤتمر برلين. المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أصدر بيان يتحدث فيه عن شروطه لحضور مؤتمر برلين، أو على الأقل يحدد بعض المبادئ العامة لهذا الحضور. ولكن أعتقد أن الجميع يعرف بأن هناك عملية سياسية ستبدأ، والكل يحاول أن يتحصل على أكثر ميزات قبل وصول إلى ذلك الموعد. نعم، دكتور محمد إسماعيل، في برأيك يعني ما أسباب تأخير هذا المؤتمر وتأجيلها لمواعيد أخرى؟ تحية طيبة للجميع. التأخير طبعا من كود ألمانيا، يعني ما تبيش تخرج بأي مؤتمر وبأي توصيات. ولعل البعض اللي يعبر عليه أن ميركل لا تريد لهذا المؤتمر أن يكون لالتقاط الصور، يعني تريد أن يخرج منه بتوصية جدية. ويبدو من خلال توصيات تواصلات الألمان مع الدول المتداخلة في الشأن الليبي أنها لم ترى الجدية إلى هذه اللحظة، فلهذا تم التأجيل أكثر من مرة. يعني الألمان يريدوا فعلا أن هذا المؤتمر يكون ناجح، وأن تخرج منه في نهاية الأمر توصيات، واللي مأمول أنه يعتمد عليها في استصدار قرار من مجلس الأمن مثل ما حدث عقب الصخيرات. فهذا هو سبب التأخير الحاصل بظني لهذه اللحظة. طيب بنظرك الآن ما الفارق من ناحية المواقف الدولية بين الوضع الدولي قبل مؤتمر أو لقاء باريس وباليرمو وبين الوضع الدولي في هذه الأثناء التي تسبق برلين؟ لا، الحال يختلف كثير. يعني نعم. من جميع لو قرنا أن الآن نحن في حالة حرب وفي حالة عدوان وفي حالة حكومة شرعية منبثقة على الاتفاق الدولي، يعني تختلف اللي هي في أوقات السلم السابقة واللي جلس فيها يعني اللي يعتبروهم رأسين في نهاية الأمر السراج والله خليفة حفتر باعتباره يتبع للبرلمان. فلكن الآن ما يحتاجون اللي هو تسوية هذه القضية نهائيا، ويبدو أنهم وضعوا يدهم يعني حقيقة في مؤتمر برلين على الجرح، أنهم رأوا أن الملف الليبي هو عند الدول الخارجية وليس عند الليبيين. فلذلك الدول التي ستكون حاضرة في هذا المؤتمر لن يكون للليبيين معهم مكان فيها، يعني أغلبهم الدول المتدخلة، الدول الخمسة الكبار من اللي موجودين في مجلس الأمن، أو المنظمات الدولية، لأن الاتحاد الأفريقي ولا الاتحاد الأوروبي ولا الجامعة العربية. يعني من المتوقع في هذا المؤتمر أن يكونوا 13 جسم فيها، خمسة الكبار مجلس الأمن بالإضافة إلى المتدخلين الإمارات ومصر وتركيا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الجامعة العربية. وبالنظر لهؤلاء حقيقة نجد أن الأمر هذا يعزز مخاوف المجلس الرئاسي وجميع الناس اللي دافعوا على مدنية الدولة. فأغلب الكثير من هذه الدول طبعا منحازة للمشروع العسكري اللي يقوده خليفة حفتر.
نعم. هل توافق السيد صلاح بما قاله الدكتور محمد اسماعيل أن أغلب الممثلين في هذا المؤتمر هم ربما ينحازون إلى مشروع العسكرة، بالتالي هناك مخاوف من قبل حكومة الوفاق؟ بالطبع يعني هذا طبيعي. أعتقد أن يعني عندما نتحدث عن على الأقل ما يشاع عن من هم سيحضرون هذا الاجتماع، عندك دولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن، فرنسا وروسيا، منحازات إلى حفتر، دولتين من كبرى الدول في الشرق الأوسط من ناحية المال والعدد والسلاح والتأثير السياسي، الإمارات ومصر، هذين أربع دول. ضف إلى ذلك أن حكومة الوفاق ليس لديها إلا داعم واحد وهو تركيا داخل هذه المجموعة. إيطاليا انحازت إلى الموقف الفرنسي خاصة بعد تغيير الحكومة، ولكن في تصور أن هذه الأمور لم تحسم بعد، وهذا هو سبب التأخير. سبب التأخير أعتقد أنه الأجندة ومن سيحضر، وأيضا ما الذي سيخرج على المؤتمر. الجميع كما تعلم ينادي باحترام الاتفاق السياسي، ويقول بأنه يعترف بحكومة الوفاق، ويعلن بالتزامه بقرارات مجلس الأمن وخاصة فيما يتعلق بالسلاح، ولكن الجميع يقول شيء ويعمل بشيء آخر. أعتقد أن ألمانيا لا تريد بيانا آخر يكرر نفس هذه الجمل، ومن ثم لا يحدث شيء. طيب الآن ما الفارق ربما الآن بين نتائج باليرمو ولقاء باريس وبين هذه المؤتمر، لو مثلا أنه كانت هناك عوائق في تطبيق هذه القرارات التي تخرج من هكذا مؤتمرات، فما الفارق؟ هل هناك إرادة دولية هذه المرة يمكن بالفعل تفرض حلول؟ ليس بعد، وأعتقد أن الألمان لا يريدون عقد مؤتمر آخر ينتهي إلى ما انتهت إليه المؤتمرات السابقة، عبارة عن بيانات تؤكد أشياء لا تتحقق على الأرض، وهو هذه هي المخاوف. طيب لو جئنا إلى جزئية موقف الأمريكي، ربما هل هناك حسم في وجزم في الموقف الأمريكي في بخصوص الأزمة الليبية، خصوصا بعد تقديم بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي لمشروع استقرار ليبيا؟ هل هناك تغير في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة الليبية؟ هناك تغير، ولكن ليس تغيرا حاسما. هناك تغير كبير منذ إعلان ترامب عن مكالمته الهاتفية مع حفتر. حدثت أشياء كثيرة. أقيل بولتون رئيس مجلس الأمن القومي، والمعروف بانحيازه لخليفة حفتر وللرؤية المصرية للقضية الليبية. عين سفير من السلك الدبلوماسي داخل وزارة الخارجية، المؤسسة العميقة داخل وزارة الخارجية، أعادت الملف إلى وزارة الخارجية، والآن نرى التحركات. رأينا في منذ شهر أو شهرين جلسات الاستماع داخل الكونغرس الأمريكي، رأينا تصريحات عضو مجلس الشيوخ السناتور لينزي جرام الجمهوري المحافظ المقرب من ترامب حول القضية الليبية. وأعتقد أن هذا المشروع القرار هذا ينبي بأن هناك تغير، أو على الأقل عودة إلى الحياد، لننتظر موقف آخر أمريكي. ولكن أعتقد أن هناك تغير، وربما هذا سيساعد الألمان في ربما الذهاب إلى مؤتمر له فرص كبيرة في النجاح. نعم. دكتور محمد إسماعيل، الآن ربما قضية الموقف الأمريكي له دور كبير في تحديد وجهات مؤتمر برلين، هل ترى بأن بالفعل توافق الدكتور السيد صلاح في قضية أن هناك تغير نسبي، ربما هل يمكن أن يدفع بالقضية تجاه حل حقيقي في من خلال مؤتمر برلين؟
والله هو حقيقة المتغيرات أن يزال هذا الصقر اللي هو بولتون وترجع لوزارة الخارجية، فهذا أمر يستبشر به. لكن الناظر للسياسة الأمريكية منذ ولاية ترامب يجدها تسير اللي هي بعقلية التاجر. يعني شفنا ترامب كيف يتعامل مع العالم، يتعامل مع مبدأ الصفقات. وأظن أن القضية الليبية ليست بمنأى عن الذي حدث بعد حصار قطر ودول الخليج، فلاحظنا أن للأسف الأمور أصبحت تحل بالصفقات يعني بالمال، وأصبحت بشكل فج وواضح. وأنا لا أثق كثيرا يعني أن الخارجية الأمريكية حتستلم الملف وحيكون لها تأثير، التأثير حيكون عند الرئيس التاجر هنا، ومن سيحقق مصالح هذا التاجر أكثر في ظل التدخلات الإقليمية واللي معترف بها في مؤتمر برلين واللي هن فيها أطراف خليجية واضحة، من سيدفع أكثر يعني لترامب ويحقق مصالحه. الشيء الثاني ربما اللي هو مربوط أكثر من الخارجية واللي يؤجل إلى هذا اللحظة، ما يحدث على الأرض حقيقة. أظن أن الذي سيحدث على الأرض سيكون له تأثير في مؤتمر برلين. يعني الحمد لله ممكن حكومة الوفاق الآن تدخل بعد 26/6 وهي غريان معها، يعني في أي وقت لو تقدمت وأخذت على الأرض فالقوي هو اللي يفرض شروطه على الطاولة وسيحرج الأمام. لكن بهذه الوضعية وعدم تقدم الجبهات وإعطاء اللي هو هذا الغازي الفرصة، وأنه يكون عند الأراضي الكبيرة الشاسعة اللي مسيطر عليها إضافة للدعم الموجود، هذا بالتأكيد سيؤثر سلبا. خلاصة الأمر لا يمكن أن نعول يعني على موقف أمريكي والله على موقف اللي هو التغيير الجديد أن يكون عند بومبيو وزارة الخارجية الأمريكية. لكن يبقى دكتور محمد إسماعيل أن قراءة المشهد الدولي هو مفتاح الحل في الأزمة الليبية بالدرجة كبيرة. الآن ربما المنافسة بين روسيا وأمريكا في على المنطقة برمتها له علاقة أيضا بالصراع في ليبيا. نعم هذا طبعا جذري يعني حقيقة ووجيه. ونحن لو جينا حتى للتاريخ القريب، تاريخ الدولة الليبية، أن اللي دفع أن يعترفوا بنا كدولة في الأمم المتحدة لأن الأطماع الروسية في نهاية الأمر كان روسيا أطماع في ليبيا. الآن بعد الصراع الأمريكي السوفيتي والحرب الباردة وتجدد المخاوف اللي هو من روسيا، وسمعنا اللي هو بقانون استقرار ليبيا واللي لمحوا فيه أعضاء للتدخل الروسي وفوبيا الأمريكان اللي هي من الروس واتهاماتهم لترامب أنه مجند من الروس، ربما يخدمنا يعني حقيقة هذا الموقف، بالإضافة للصراع الجذري اللي هو بين الشرقيين والغربيين، وأن ليبيا لا يمكن أن تكون منطقة نفوذ روسية. يعني حقيقة هذا ممكن المؤسسات الأمريكية يكون لها اليد الطولة وستضغط اللي هي لإعادة ليبيا وجعلها ضمن النفوذ الغربي التاريخي، يعني تكون لأوروبا الغربية. هذه ممكن يبعدوا بها الروس، لكن نحن خاصة من الثاني هو غربي صرف اللي هو عضو دائم في مجلس الأمن اللي هي فرنسا، واللي وجدت عندها الدعم بالسلاح وموثق بصواريخ الجوفيال اللي وجدت في غريان. فالقضية يعني معقدة، وأظن أن لازم أطراف أخرى تدخل في مؤتمر برلين، واللي هن الدول المغاربية وخصوصا بعد التغيير اللي حدث في تونس، الجزائر لازم يكون لها دور، المغرب واللي نسيناها كلنا يعني اللي راعت اتفاق الصخيرات أين هي طبعا من هذا الموقف، بالإضافة للدور القطري. لازم أن يكون في توازن في هذا المؤتمر، وبالتأكيد أنا أؤكد هنا أن الكلمة الطولة ستكون لمن هم على الأرض يعني يفضل شروط. طيب سيد صلاح، ربما لو جئنا إلى موقف حكومة الوفاق من هذه التحضيرات في مؤتمر برلين، الآن نرى في لقاء السراج التلفزيوني على قناة فرنسا 24 ربما أكد على الثوابت التي صدرت من بيان المجلس الرئاسي ب 29/9، يعني ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي، قضية أن ما بعد 4/4 ليس كما كان الحال قبلها، ربما هناك نقاط لازال يؤكدها المجلس الرئاسي. ولكن الغريب في الأمر أنه لم تتم إلى هذه اللحظة دعوة من قبل ألمانيا أو المشرفين على هذا المؤتمر للمجلس الرئاسي لمعرفة ربما نظرتهم. في نفس الوقت نرى كثير من المبادرات التي تطرح هنا وهناك لتمريرها عبر الأجندات الدولية. هو المجلس الرئاسي البيان الذي صدر في 29/9
أو 29 من الشهر الماضي عن المجلس الرئاسي والمقابلات التلفزيونية الأخرى لرئيس المجلس السيد السراج، يعني بيانات ربما توضح بعض النقاط أو تطلعنا على بعض النقاط المهمة والتي يجب التمسك بها، ولكن الواقع هو أن الأداء الفعلي لحكومة الوفاق سيء جدا، وليست هناك أي بوادر أن سيكون هناك تغيير جدي. لا زلنا نفتقر إلى أي شيء من سفاراتنا في الخارج، وزارة الخارجية أداءها ضعيف، ما يسمى بمستشارين داخل المجلس الرئاسي لا نسمع منهم شيئا ولا يتحدثون بشيء، أعضاء المجلس برمتهم لا نسمع عنهم شيء، ولذلك أعتقد أنه نحن بحاجة إلى تعزيز الموقف السياسي والدبلوماسي لحكومة الوفاق، ويجب علينا أن نبحث عن آليات، لأن الآليات الموجودة الآن أثبتت فشلها على مدى 3 أو 4 سنوات، يعني تقريبا 4 سنوات الآن. نحن نتذكر أن عندما استلم السيد السراج الحكم في 2016 كان حفتر لا زال يعني واقعا في مستنقع في بنغازي. الآن هو على بعد 30 كيلومتر من شارع السكة، ولا نرى أي بوادر تغيير في الطاقم الذي كان مسؤولا لتواجده في المشهد عن هذه السياسات التي أوصلتنا إلى هذه الدرجة. فلذلك مؤتمر برلين هناك نقاش كبير، هل هو مؤتمر لما يسمى بالدول المعنية؟ لأن يعتقد الكثيرون بأنه بدون اتفاق بين هذه الدول على كف اليد سوف لن يكون هناك أي فرصة للليبيين للتعامل مع قضيتهم وإيجاد حل لها ما بينهم. فلهذا هناك الآن بعض الخبراء يقولون بأنه يجب دعوة الليبيين، والبعض الآخر يقول بأنه لا داعي لدعوة الليبيين إن كان هذا المؤتمر سوف يركز على كف اليد عن القضية الليبية والسماح للليبيين بالتحرك نحو ملتقى وطني. يعني هل يمكن أن يكون فقط نتائج مؤتمر برلين هو كف يد الداعمين للأطراف المتصارعة في ليبيا فقط، يكتفي عند هذا الحد؟ لا أعتقد أنه يستطيع أن يقوم أكثر من ذلك بأكثر من ذلك، لأن تواجد الليبيين في هذا الملتقى ما الذي سيقدمه؟ يعني أوكي، يعني هل سنناقش القضية الليبية وإيجاد حلول مع الإمارات ومصر وروسيا والصين وبريطانيا وأمريكا يعني كيف بتصير هذه، وخاصة الملتقى سيكون لمدة 2 يوم؟ فأعتقد أن لو ركز المؤتمر على الخروج بقرار جدي قابل للتطبيق بأدوات ذات مصداقية لمراقبة تطبيقه بكف اليد عن ليبيا، أعتقد أنه ليس هناك ضرورة لتواجدنا نحن كليبيين هناك. نعم، وربما فيه خير كثير الليبيين لو وصلنا إلى هذه النتيجة. نستاذنك السيد صلاح وكذلك دكتور محمد سميل والأخوة المشاهدين إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. قتله ياخذ في مقابل في سبيل انه يقتلوك. الثاني اسيويين عقاب لوغوزداف اللي تفرقت دولتهم قعدوا يلموا فيهم الناس اللي تحب القتل وخلاص، لا هدف من وراها الا ماده. في الحاله دي في رد فعل ان المشكش المصري يضرب؟ طبعا يضرب. يعني حضرتك مع الضربه؟ انا مع الضربه حتى تخلي ما في. وكان ضحية الثلاثة، تأسفنا كثيرا وعبرت عن هذا وقتها، وأيضا الحكومة الفرنسية لم تقف عند هذا ولكنها أرسلت فنان بديل يعني سريعا. روسيا تدخل في الشأن دي بقوة.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. أعود إليك دكتور محمد إسماعيل. دكتور محمد، ربما أنت ذكرت في خلال حديثك بأن الموقف على الأرض في الجبهات هو ربما البوصلة التي يمكن أن تقود إلى حلول دولية. يعني برأيك الآن السراج خرج في الفضائيات وحدث وذكر بالثوابت التي تحدث عنها قديما، وأيضا بيان مجلس الرئاسي الذي في الشهر الماضي يحدد نقاط وثوابت لأي جهود دولية يمكن أن تكون حل للأزمة الليبية. كيف توفق بين هذه المطالب والموقف على الأرض؟ ربما لا زال حفتر على تخوم طرابلس. طالما باقي الموقف على الأرض كما هو فحفتر يعني حيكون في المناسبات الدولية، يعني في الأخير حيتكلم وأنه قاعد على بعد العاصمة وأنه محاصر هذه العاصمة، ومخاوف السراج هنا تكمن اللي هو غير حتى السراج، يعني حقيقة أنه ينسف الاتفاق السياسي ويبدأ بتسوية أخرى، وهذه الخطورة اللي خاف منها السراج أنه يؤتى بحكومة ثانية نتيجة لهذا الاتفاق الذي ربما سيحدث في برلين. لكن الكلام المسرب هنا واللي أصبح يتكلم عليه قبل فترة وتكلم عليه حتى السيسي وأكد في الأمم المتحدة، الكلام عليه تقاسم الثروة هنا، والكلام على المؤسسة الوطنية للنفط وعلى بنك ليبيا، وأن جزء كبير من الليبيين مهمش، يعني هذه أصبحت تصرح به الأطراف الخارجية وأصبح ينفخ في هذا الكلام. هذا الكلام سيكون له مكان في برلين، وهنا سيتحدثون ما بشأنه لي على قضية توزيع الثروات في ليبيا اللي تكلموا عليها المصريين أكثر مرة. هذه حتكون محور الكلام عن حكومة وحدة وطنية. وحدة وطنية طبعا بهذه الحالة ستفرض لمن هو أكثر يعني في هذا المؤتمر، لكن لو هزم من هو على الأرض أو تراجعت قواته فسيكون يعني للسراج موقف أكبر، وسيكون الاتفاق السياسي كذلك موقف أكبر. فهذه الأمور يعني كيف ارتباطها ببعض. نعم أنت تحدثت الآن قضية توزيع الثروة والجانب الاقتصادي. هل الاجتماع الصديق الكبير ووزير المالية وبعض المسؤولين في حكومة الوفاق في أمريكا بخصوص الأوضاع المالية والسياسة المالية في ليبيا لمدة ربما 5 سنوات قادمة، هل له علاقة بهذا المؤتمر وما يمكن أن يرشح عنه؟ والله لا علم لي دقيق يعني حقيقة بتفاصيلها، لكن احنا لو نرجع من فجر ليبيا ونعرف البيان الشهير البنك ليبيا المركزي واللي ناء بنفسه وأن راه مؤسسة مهنية فقط، وأن الدعم اللي تلقاه من أمريكا وأن يوجد هذا يبقى هذا المحافظ في مكانه يعني من 2011 ربما يكون له علاقة بالأمر. لكن أنا اللي خلاني نتكلم بهذا الكلام اللي هو توزيع الثروة نقلي للكلام السابق، يعني تصريحات الخارجية المصرية أولا وبعدين المصري السيسي في الأمم المتحدة يقول هذا الكلام، واللي دعا هذا الكلام من السراج أن يرد عليه في نفس الوقت. هذا الكلام لازال يردد إلى هذه اللحظة وسيكون له مكان للمناقشة في برلين. نعم. ربما السيد صلاح هذه نوع من أيضا من التمويه السياسي أن يجعل حقيقة الصراع في قضية توزيع عدم التوزيع العادل للثروة بينما هو صراع واضح أجندات دولية تريد السيطرة على ليبيا عن طريق عميل عسكري. أنا لا أتفق مع ذلك. أنا أعتقد أن تدخل السيسي في هذا الأمر أمر مشين جدا، وأعتقد أن التنديد بذلك واجب على كل من هو وطني ويعتز بالسيادة الوطنية. ولكن الثروة أساس صراع في ليبيا، السيطرة على موارد الدولة هو أساس الصراع في ليبيا، والكل يطلب دعم أو معظمهم يطلبون دعم من أطراف أجنبية لتعزيز موقفهم في هذا الصراع. هذا واضح جدا، ويعني
يعني فندنا في السابق نظرية بأن الصراع في ليبيا بين إسلاميين وعلمانيين، وفندنا قضية أن الصراع بين متشددين ومعتدلين، وبأن هذا الصراع بين طرف فبراير وطرف سبتمبر، الصراع على السيطرة على موارد الدولة، وهو واضح جدا داخل ليبيا بالكامل وداخل المناطق داخل ليبيا، وعليه يجب التعامل مع هذه القضية بوضوح ومباشرة. طيب جزئية فقط في هذه القضية. الآن عندما نقول بأن الصراع هو حقيقته على موارد الدولة، هل هذا ينطبق أيضا على الدول الداعمة، أيضا تريد أو تدعم في طرف دون طرف لهذه لتحقيق أكبر قدر من السيطرة؟ جزء من دوافع، يعني على سبيل المثال نأخذ الإمارات. الإمارات جزء من دافع سياسي، لأنها لا تريد لهذه الثورات، لهذا تعتبره فيروس، أن يصل إلى هناك. ولكن الحمد لله أصبحت مظاهرات الآن في لبنان، ومظاهرات في السودان وفي الجزائر، وكانت هناك مظاهرات في المغرب وتونس، نرى ما حصل، وليبيا ومصر حدثت فيها مظاهرات الشهر الماضي وما إلى ذلك. ولكن لها بعد أيضا اقتصادي، تريد مواني كما تريد روسيا، مواني عميقة على البحر المتوسط التي ليست متوفرة الآن. مصر لديها مصالح اقتصادية ومصالح سياسية، ولذلك الكل لديه بيدق يلعب به في ليبيا. ولكن قضية الثروة، الثروة يعني شفناها نحن من 2013 في ليبيا، قبل أن تتدخل الإمارات ومصر رسميا في الصراع. ولذلك يجب التعامل معه، ويجب علينا أن نتفادى، هذه هي النقطة الرئيسية الآن، أن نتفادى الحلول التلفيقية الجزئية الانتقالية مرة أخرى. جربنا حلول تقاسم السلطة في الصخيرات ولم تنجح. الحلول الجزئية لن تنجح، حكومة وفاق أخرى سوف لن تنجح. يجب أن نذهب، وأعتقد أن ربما هذه أحد النقاط المهمة والتي يعني يجب دعمها في ما قاله السراج في 29 من الشهر الماضي، وهي أن أي ملتقى وطني يجب أن يؤسس لقاعدة دستورية فقط. خلونا نتعامل مع جذور الصراع في ليبيا، ودخول إلى حل دائم. ما عادش تبوا حكومات وفاق، ما عادش تبوا تقاسم سلطة، وتو تعالوا ويا حفتر ويا جماعتك، أنتوا سموا اثنين ونحن نسموا واحد، وأنتوا خذوا خمس وزارات ونحن ناخذوا ست وزارات. إذا وصول قاعدة دستورية، من ثم الانطلاق إلى وننتهي من هذه انتخابات القضية. عامة ربما. دكتور محمد اسماعيل، الآن ربما هناك لقاءات أيضا في تونس حدثت، وكانت أيضا طرحت بعض المبادرات ربما للخروج للحل من أكثر من جهة. كيف تنظر مثل هذه اللقاءات؟ والله اللقاءات هذه خلينا نبدأ بمبادرة التحالف، يعني بشخصية الدكتور محمود جبريل، واللي دعا لها العديد من النخب، واللي تمثلت في نهاية الأمر، وكان فيها محمود شماب وشخصيات كثيرة يعني، واعتبروا نفسهم طبعا تيار ثالث ممكن يحل الإشكالية الواقعة. لكن بالاطلاع على المبادرة يبدو أن كثير من هذه الشخصيات ما تحررتش، اللي هو من سيطرة الاستبداد والدولة العسكرية، يعني لازالت تتحاشى أو تتخوف من ذكر المعتدي على طرابلس أو إدانته بشكل واضح، لازالت تحاول وتلبس وتقول أن هذا القتال فتنة وقتال بين الليبيين، لا تسمي الأمور بمسمياتها. مبادرتها كذلك فيها الريبة، وهي تعتمد المبادرة اللي هي في وجود دور للاتحاد الأفريقي ورئيسه اللي هو في الكونغو برازافيل، وللجامعة العربية كذلك، واللي ينظر في هكذا أمور يجد أن الاتحاد الأفريقي هو يدور في دائرة فرنسا، والاتحاد الأفريقي ربما في الأيام القابلة الأشهر القادمة حيكون رئيسا اللي هو السيسي ومصر. فأنا لا أعلم يعني حقيقة الشخصيات لا تبدو أنها عندها الجدية، أو يبدو أنها عليها تأثيرات أو ضغوط. وعلى كل الأحوال حراك زي هذا يعني يخرج ثالث
ويطلع من هذه الثنية جيد لو كان في جدية. اللقاءات الأخرى لعلك تقصدها أخي الكريم واللي كان فيها تنوع من النظام السابق اللي شفنا الصور نتاعها وبعض الشخصيات الرسمية الموجودين حاليا والأحزاب وغيرهم يبدو أنها لا تسمن ولا تغني من جوع، وأنها إعادة تدوير نفس الوجوه غير المؤثرة أو محاولة منهم. يعني في الآخر نحن إيش بنقول نحسن الظن بوطنيتهم، لكن اللي نشوف فيه واضح حقيقة اللي هي إيجاد موطأ قدم في أي حكومة قادمة. فلا أرى جدية حقيقة في التواصلات التي حدثت في تونس، وإن كنا نتمنى أن يكون فيها نتيجة يعني. نعم. طيب سيد صلاح، ربما قضية هذه اللقاءات يعني تفتح أحيانا ربما أبواب للذي لم يحققه السلاح لحفتر ربما يقوم به غيره مثل محمود جبريل. شوف، أنا أرى هذه اللقاءات وهذه المبادرات، هناك مبادرة أخرى من تجمع المشروع الوطني في الدكتور الفطيسي والدكتور تويجل وما إلى ذلك، أعتقد أن هذه تعبر عن اعتراف بأن هناك ضرورة لحل سياسي، وأنه هناك ضرورة لتقديم مشروع سياسي أو على الأقل رؤية لليبيا ما بعد الصراع العسكري. بالطبع هناك من يقدم مشاريع، التجمع الوطني قدم مشروع حكومة جديدة نديروا حكومة، المشروع الآخر بتاع جبريل وقف إطلاق نار وما إلى ذلك، ولكن أعتقد أننا يجب أن نعترف بأن هناك ضرورة لتقديم مشروع سياسي حتى يمكن للعالم أن يعرف أوكي وربحت الحرب وسحقت حفتر، باش تبديره شو بقوله؟ بقوله لا، غير خلينا نكمل الحرب. طيب أين مبادرة حكومة الوفاق؟ ربما ذكر السراج أعلن عن خطوات ربما أو مبادئ عامة سميت بمبادرة، وربما خلينا مبادرة السراج هي نفس المبادرة التي أعلنها في نوفمبر 2017. نحن وصلنا إلى نقطة لم يعد ينفع معها خلينا نشكلوا لجنة مصالحة ونديروا ملتقى وطني ونتفاهموا. تبقى هذه شنو؟ حتى رضيع توا أصبح يقدر يقولها لك؟ هذه لا تمثل وجهة نظر دقيقة وتصور موضوعي وذو مصداقية للفترة المقبلة، كما أنه لا يطمئن الأطراف الدولية والأطراف المحلية على ما الذي سيجري. أن نتلاقوا في ملتقى وطني فلذلك يجب طرح مبادرة ذات مصداقية تتعامل مع جذور الصراع في ليبيا وتقول بأننا لا نريد الذهاب إلى حلول جزئية وانتقالية ومؤقتة. هذا هو المطلوب الآن، ونحن بانتظار هكذا مبادرة، وخاصة أننا مقبلون على مؤتمر برلين وربما انتظارها من حكومة الوفاق ومن أطراف أخرى. نحن بانتظار مبادرة بهذه التوصيفات التي قدمتها لحضرتك من أي طرف ليبي. طيب دكتور محمد إسماعيل، الآن ربما الاتحاد الأفريقي عرض أيضا أن يكون هناك مندوب مشترك من قبل الاتحاد الأفريقي بديلا عن غسان سلامة، هل ترى في هذه الاقتراح من الاتحاد الأفريقي أو هذه المبادرة التفاف حول الأمم المتحدة أو أيضا ربما دعم لمشروع لطرف دون طرف في الأزمة الليبية؟ والله أنا أشوف الحاج موسى هو موسى الحاج، يعني إحنا حظنا مع الاتحاد الأفريقي سواء في الثورة الليبية 2011 ما كانش جيد، يعني الاتحاد الافريقي بعيد عن هذه القضيه، ولو حتى الدول الافريقيه يعني كان يكون لها موقف، خصوصا ان هي ندت فيما سبق بعدم الاعتراف باي انقلاب في افريقيا، وبعدها اصبحت الكثير من الانقلابات امر واقع، فما بالك باللي يحدث في ليبيا؟ يعني لم نسمعها تعلق الى هذه اللحظه، بالاضافه ان افريقيا يعني حقيقه الكثير من الدول الافريقيه لم تتحرر من
الاستعمار، ولا زالت الهيمنة الفرنسية واضحة، ولا زالت الدول الكبار في أفريقيا هي اللي لها الكلمة الطولة. فطبعا هنا الأزمة أزمة ثقة حقيقة، هذا تعليقي. ولكن ربما أنا نريد أن نضيفها هنا اللي هي في الكلام عن المبادرات وما إلى ذلك، يعني من خلال الترتيبات اللي كانت سابقة المؤتمر غدامس والكلام عن الرؤى وما إلى ذلك ومبادرات، يبدو أن المجتمع الدولي غير جاد في هذا الأمر، ويعلم أن هناك دساتير أو رؤية كاملة يمكن بها إنقاذ ليبيا، لكن هو يريد أن يحسم هذا الأمر. يعني في مشاكل في ليبيا الآن، السلاح، مجموعات مسلحة، طبعا هذا حسب وجهة نظره يرى فيها، نعم، يرى أنها ممكن يقضى عليها الآن اللي هو بالحل العسكري، ولذلك راهنوا هم على الحل العسكري، والحمد لله فشلوا يعني من 4-4، ولا زالوا يتلقوا الصفعات إلى الآن، وبإذن الله بهزيمتهم ويكون الحل يعني بمبادرة تفرض من القوة المنتصرة. يعني حقيقة الإشكالية مش إشكالية أن طرح مبادرة أو ما إلى ذلك، هذا حسب وجهة نظري طبعا. طيب، هي هناك أدوات لهذا الصراع، وربما منها الحسم العسكري، لكن في صعيد السياسي نجد هناك تحركات عديدة تسبق هذا لقاء برلين. الآن ذكرت بأن قبل قليل التنديد بتصريحات السيسي حول الأزمة الليبية، قضية توزيع الثروة، فما بالك باجتماع دعوة القاهرة لمجلس النواب أن يجتمع هناك في القاهرة، وطلبهم أيضا بأن يكون الاجتماع جميع النواب في مدينة غات. طبعا هذا لكي ترفع به بصر أسهمها، يعني إذا كان سخر لها أن تكون في مؤتمر برلين، وأن هذا يدعم وجهة النظر المصرية. لكن بالنظر يعني مجلس النواب هذا الهزيل، يعني هذا آخر ما يسجله من تاريخ مخزي حقيقة، أن يذهب هؤلاء النواب في حالة هذه الاعتداء ومن مصر، يعني ضاقت الواسعة، يعني ليبيا ما يقدروش يجتمعوا فيها. فهذا طبعا المقصود منه جلبهم إلى مصر، طيب، ليدعم وجهة النظر المصرية في أي محفل دولي. طيب، انضم إلينا الآن عضو مجلس النواب السيد سعد الجازوي. مرحبا بك سيد سعد. يعني كيف تنظرون إلى اجتماع مجلس النواب أو بعض النواب في مصر قبل المؤتمر الدولي في برلين؟ أولا التحية إليك وإلى مستمعين ومشاهدين قناتكم الكريمة وضيوفك الكرام. الحقيقة خلينا نبدأ من البديهية، ألا وهي اجتماع نواب يمثلون سيادة البلاد في دولة أخرى. هذه في حد ذاتها تمثل شرعية لكل القوى المتصارعة على ليبيا على أن تفعل ما تريد، لأن البلد تعتبر غير آمنة، ولا فيها أي أساسات للحياة، ولا أدنى أساسات من الأمن التي تهيئ الفرصة لأعضاء البرلمان للاجتماع. وهذا حقيقة يمثل مغالطة كبيرة، لأن بلادنا هناك مدن نستطيع أن نجلس ونتحاور فيها. هذا من ناحية من حيث المبدأ. الشيء الثاني، اختيار المكان الذي سيعقد فيه هذا اللقاء مما لا شك فيه يلقي بظلاله على مخرجات هذا اللقاء. فدولة مصر حقيقة هي لم تعد دولة محايدة إن صح التعبير، إنما هي دولة يعني داخلة في الصراع، وهي دولة معتدية على ليبيا، فهي من تمول هذه الحملة العسكرية، من تزود بالسلاح هذه الحملة العسكرية على العاصمة، وقد سبق وأن أمدت ذلك في مدننا الأخرى. سعد الجازوي، ربما الآن الترويج بأن حضور هذا النواب في القاهرة كان كثيفا وربما تجاوز 90 عضو، فهل لكم موقف أو أوضحتم اعتراضكم تنديدكم بهذا اللقاء؟ يا أخي يعني أتمنى من الزملاء النواب الذين يحاولون أن يروجوا مثل هذه الأقاويل أن يجعلوا لأقاويلهم هذه حقيقة. فأنا هناك كثير من الفيديوهات التي وثقت الجلسة الأولى أو جلسة الابتداء وجلسات أخرى وثقتها بالصورة.
وفي هذه الصور لم يكن هناك عددا يتجاوز 40 في أحسن تقدير. فبالله عليك إنهم حصلوا على 90 عضوا ألا يكون من الأولى تصوير 90 عضو بدل تصوير 40 عضو؟ فإنما هذه من المباحكات التي أتمنى وأرجو من خلال منبركم هذا أتوجه إلى السادة النواب، عليهم أن يعبروا عن وجهات نظرهم، يقولوا نحن نريد كذا ونحن عددنا كذا ونمثل الكتلة الفلانية كذا، فتحترم كل وجهات النظر. أما الادعاءات التي ليست لها حقيقة من الواقع فهذه أرجو أن نبتعد عنها، لأنها ليست في مصلحة الوطن وليست في مصلحة الوصول إلى توافق وطني لكلهم. وإلا كما ذكرت لك كان من الأولى إذا وصل هذا العدد في هذا الاجتماع لكانت كاميرات التلفزيون قد فضعوا رؤوسنا وملأوا أعيننا بهذه الصور، ولكن هذه ادعاءات لا أساس لها من الواقع. فكل من حضر لا يتجاوز 40 أو في أحسن الأحوال 45 عضو، وهو ما يمثله من بقوا هناك في طبرق. وحتى 45 هؤلاء لا يعقدون جلسة في طبرق، وأنا أتحداهم أن يعملوا جلسة كما عملوها في مصر ويعملوها في طبرق وتنقل للشعب الليبي من خلال أجهزة الأمن. نشكرك سيد سعد الجازوي عضو مجلس النواب، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. تعليق في نصف دقيقة سيد صلاح حول ما ذكره السيد سعد. بالطبع يعني شو هي فضيحة أن يعقد مجلس نواب جلسة في دولة أخرى، وخاصة في دولة يعني أعلنت انحيازها الكامل إلى طرف في الصراع ضد طرف آخر. ولكن السؤال الذي يجب أن يجيب عليه من اجتمعوا في القاهرة هو لماذا لم تجتمعوا في طبرق؟ إلا إذا كان السبب هو أن النواب الذين حضروا في مصر يعتقدون بأن طبرق غير آمنة، عكس ما يقوله حفتر من أنه أمن الشرق وأن الشرق ينعم الآن بالأمن والأمان وما إلى ذلك. أنا أريد أن فقط كلمة أخيرة، أولا بخصوص الاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي يجب ألا نقبل بأي وساطة من الاتحاد الأفريقي. هذا الاتحاد الأفريقي الذي في 2013 علق عضوية مصر للانقلاب غير الديمقراطي الذي قام به السيسي عاد الآن ليعين السيسي رئيسا له. نفس السيسي الذي قام الآن بتغيير الدستور ليمدد له لفترة ثالثة في مخالفة واضحة لميثاق الاتحاد الأفريقي الذي يقول بأن مثل هذه المحاولات غير الدستورية للانقلاب على الدستور لن يسمح بها وستعاقب الدول عليها. هذا شيء. الشيء المهم الآخر وهو أن من الضرورة بمكان أن نقدم كطرف وطني يناهض الحكم العسكري أن نقدم مبادرة سياسية تتعامل مع جذور المشكلة ولها قبول واسع، وإلا سنكون في موقف حرج جدا أمام الآخرين. نشكرك سيد صلاح بكوش المحلل السياسي على ما تفضلت به، كذلك نشكرك الدكتور محمد إسماعيل الباحث والأستاذ الأكاديمي، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.